والسلام عليكم من جديد. اليوم حنعمل لكم الريش على الفحم، طريقة شويها، طريقة سهلة وبسيطة ومرة حلوة ورائعة ولذيذة. يا سلام لو تذوقوها بالعسل، مرة تهبل. أول حاجة نحضر اللحمة، ناخدها من هذا المحل أو أي محل أنتوا تحبوه، هذا لحمة مرة ممتاز. بعد كده تمسكوا هذا إيش بتسموه، مطرقة أو هوند، وتدقوا اللحمة بهذا الشكل عشان ما تجلس على النار كتير، بسرعة تنجح وتصير زي الزبدة. لما تاكلوها مرة زي الزبدة، خفيفة ولذيذة وطرية مرة، وبتستوي بسرعة وما تاخذ وقت على النار. بعد ما عملناها بهذا الشكل نرصها في البايركس علشان نضيف ليها الملح وفلفل أسود. تحاولوا توزعوا الملح والفلفل الأسود في جميع أجزاء اللحمة. بعد ما تحطوا الفلفل الأسود والملح تبدأوا تفركوا اللحمة كلها. وهذا الملح أنا أفضله يعني في الطبخ لأنه خفيف وما يأثر على الجسم، ويدي ملوحة يعني خفيفة، ما يصير اللحم مالح. بعد كده نرصها في هذا الشبك حق الشوي بشكل يعني مرتب، واللحمة تكون ماخذة راحتها في الشبك، ما تكون جنب بعض جنب بعض، لا ماخذة راحتها. بعد كده نبدأ نولع النار والفحم، ويا سلام وأحلى شوي. والنصيحة الحلوة انه بعد يعني بنصحكم هي علشان تطلع اللحمة مرة ممتازة، تقلبوا كل 5 دقائق، تقلبوا الشبك كل 5 دقائق، تقلبوا الشبك يمين يسار. وانتهينا، وهذه اللحمة ولا أحلى ولا ألذ، لحمة أحلى من 1000 مطعم. جربوها والتجربة خير وبرهان، وعليكم بألف عافية يا رب.